السلام عليكم، انا اسمي مصطفى الحسيني وانا استاذ دكتور بكليه الهندسه، جاي اقدم لحضراتكم الكورس الرابع لينا على منصه يوديمي. وصلنا الى 10000 مشترك بفضل الله ثم بفضل حضراتكم. الكورس الرابع بيتكلم على التعلم العميق من الصفر او ديب ليرنينج فروم سكراتش. فروم سكراتش ليه بنعمل الكلام ده بالتفصيل من البدايه؟ ليه؟ لان احنا على الدوام مشغولين بما يدور خلف الكواليس، عاوز تتعلم من البدايات عشان تعرف البيزك بيلدينج بلوك، يبقى عندك احساس باللي بيحصل في الداخل ايه. كمان انت مهم قوي عشان تروح للريكروتر او عشان تشتغل، فبتروح تفهم الناس ان انت تفهم كويس، فمحتاج منك تعمل الكودينج بتاع الموضوع فروم سكراتش. مش بالضروره تعمل الفول كودينج، لكن بتقوله ان انا عشان اوري له البروفايل بتاعي شكله عامل ازاي. كمان بعض الشركات الكبيره لما بتحب تبني تطبيق ما بتحبش تاخد حاجه من البابليك دومين عشان بغرض السكيورتي. الحاجه الثانيه كمان ان انت ربما لو لجأت للفريم وركس المعينه اللي احنا عارفينها، ربما يكون متطلبات الميموري والتايم كومبلكستي مش مأديه بشكل كويس. كمان محتاج تعمل الكلام ده مش على الدوام، محتاج تعمله مره واحده في حياتك فقط عشان تقول ان انا فهمت بشكل كويس. هنختم الكورس بتاعنا ان شاء الله من خلال ان انت تشتغل على فريم ورك من الفريم ورك المشهوره من خلال كيرس. الكورس بتاعنا هيبدا من الشبكه العصبيه والموديل البسيط بتاعها، ثم هتعرف يعني ايه ويت، هتعرف يعني ايه بايس، هتعرف يعني ايه اكتيفيشن فانكشن وانواع الاكتيفيشن فانكشن وليه محتاجين الاكتيفيشن فانكشن، ثم هتبدا تعمل البريدكشن وتقارنه بالتارجت، تحسب الايرور بتاع حضرتك او الكوست فانكشن او اللوس فانكشن، ثم تبدا تتعرف ازاي بتعمل ليرنينج او تريننج او مفهوم الليرنينج ايه في الشبكات العصبيه. هتعرف يعني ايه تعمل تويكينج للويت، وبالتالي محتاج ان انت توصل للاتجاه الامثل لتغيير الويت من خلال الجريدينت. ثم بعد كده هتبدا تتعرف من خلال التفاضل، من خلال الديريفاتيف والبارشال ديريفاتيف والتشين رول، هتطبق الباك بروباجيشن اللي هو اشهر طريقه في تعلم الشبكات العصبيه. الكلام ده والمزيد من التفاصيل من خلاله هتشوفه كله في الكورس الخاص بينا ان شاء الله. انا مستنيكم في الكورس عشان هناك هتلاقي اوفر. السلام عليكم.